دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى احتواء الأزمات والصراعات بتحرك سياسي أكثر فعالية يبعد مخاطر الحروب وأثارها المدمرة على الأوضاع الصحية عن المنطقة، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين قد حققت أهداف منظمة الصحة العالمية الإنمائية وأن الحكومة حريصة على تبني المبادرات التي تحقق للمواطنين أفضل أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. خلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالبرامج التي تتبناها منظمة الصحة العالمية في كل ما يتصل بتعزيز الشراكة الدولية من أجل تطوير الصحة العامة باعتبارها العنصر الأساسي في التنمية المستدامة والتي تعتمد في المقام الأول على العنصر البشري، معربا سموه عن الاعتزاز بالمناصب العليا التي يتقلدها أبناء دول مجلس التعاون في المؤسسات الدولية وبنجاحهم في هذا المجال بما يعكس مستويات التنمية البشرية المتقدمة في دول المجلس، ومنها تولي أحد الكفاءات من سلطنة عمان الشقيقة إدارة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط. نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به منظمة الصحة العالمية في تحقيق المزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء وجعل جهودها تتلاقى في تطوير الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض والوقاية منها. شدد سموه على حرص الحكومة على التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية المتخصصة لدعم توجهاتها في تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وأشار اسمه إلى أن مملكة البحرين قد نجحت في تحقيق مستويات متقدمة على صعيد تعزيز التنمية الصحية والرعاية الطبية تعكسه المؤشرات الصحية وتقارير المنظمات العالمية المتخصصة عن مملكة البحرين في المجالات الصحية، مؤكدا سموه حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية والعلاجية وتحقيق تقدما ونقلات نوعية في هذا الجانب. من جهته أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط أن مملكة البحرين تأخذ دوما مكانة متقدمة في ترتيب الدول الإقليمية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية بما يعكس سياسات الحكومة الناجحة في هذا الجانب، منوها بما تبديه الحكومة من تعاون مستمر مع منظمة الصحة العالمية في تحقيق أهداف التنمية الصحية.